مساء الخير يا فندم. مهندس محمد اسماعيل، الهيئة العامة للطرق والكباري، وزارة النقل، المشرف على مشروع تطوير ورفع كفاءة الصحراوي الغربي من المنيا حتى القوصية بطول 60 كيلو متر، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، مقسمة إلى 3 حارات مرورية للعربات المركبات و3 حارات مرورية للشاحنات، مرصوفة باستخدام الرصف الخرساني في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة. والطريق يعتبر احد قطاعات طريق القاهره كيب تاون للربط بافريقيا، بالاضافه الى اعمال الانفاق للتقاطعات الرئيسيه مع الطريق. الف شكر يا فندم. شكرا.